مرحبا متابعي قناة فايند اوت، جبت لكم اليوم تطبيق كلش حلو صراحة. حلو هذا التطبيق، انا منزله عندي بالجهاز، هذا موجود صار له هواي، اتعلم بيه لغة انجليزية. بيه هواي مميزات، طبعا اذا تريدون مميزات اكثر تشترون النسخة البرو من على موقع جوجل بلاي. ندخل للتطبيق حتى نتعرف على مميزاته، راح اشرح لكم اياها بالتفصيل. هذا التطبيق طبعا قبل كل شيء هنا أنا أشوف أكو مستوى أقدر أحدد المستوى اللي أريده، المستويات اللي موجودة عندي، مبتدئ، متوسط، متقدم أو بدون فلتر، أقدر أحدد أي مستوى اللي أريده. التصنيفات، أريد قصص أطفال، قصص معروفة، ثقافة، يعني هاي التصنيفات اللي موجودة. أجي أدخل مثلا البطال قبيحة، طبعا يريد انترنت شويه بقوه، بس نوعا ما عندي انترنت على الشريحه طبيعي يفتحها. هذا موجود النص عندي، القصه مقسمه الى تشابترات، فاقدر اني اقرا النص بالانجليزي وابوع للترجمه مالته او ما ابوع للترجمه. اذا انا شويه متمكن احاول احزر الكلمه واجي اشغل. Once upon a time down on an old farm lived. هاي طريقه اشغل بها، طبعا راح يشتغل جزء بعد جزء الى ان تنتهي القصة. بس إذا أجي لا أجي أنا ما أريد أشغل جزء بعد جزء، أريد أنقر على الجملة وهي تشتغل. نقرت عليها نقرات حددت، نقرت النقرات. One nice morning the eggs hatched and out popped six chirpy ducklings. طبعا ما يحتاج أنقر مرة ثانية، هو يتوقف مباشرة، يعني أنا أشرت لهذه الجملة اللي أريدها، فأقدر ببطء أدرس يعني خطوة خطوة. إذا شوي الصوت سريع أقدر أبطئه من هنا، فأقدر أخلي واحد على اثنين، أخلي نص، يعني شوفوا الصوت يصير أبطأ. But one egg was bigger than the rest and it didn't hatch. بس راح أسويها عليه هاي واحد على واحد. طبعا إذا أقدر أخلي الوضع الليلي، ها ما موجودة هاي بس بريميوم بالنسخة اللي نشتريها. هذا بالنسبة للتطبيق. بالنسبة أرجي هنا إذا أريد أزيد التأشير على النص أو أريد أبقيه، فأحسن طريقة أنه أنا أبقي التأشير على النص. But one egg was bigger than the rest and it didn't hatch. توقف، أجي الجملة الثانية أضغط عليها. Mother duck couldn't recall laying that seventh egg. والحلو يمشي التحديد والجملة بهذا اللون الفاتح، وحتى بالجملة العربية كذلك. إن شاء الله يعجبكم التطبيق، وتابعوا القناة حتى نزلكم تطبيقات مفيدة أكثر. طبعا التطبيقات اللي جاي نزلها اللي أني أستخدمها وأني أحبها، فما جاي أنزلكم تطبيقات أبحث شنو أشرح تطبيق، لا، أنا تطبيقات موجودة عندي بالجهاز. إذا خلصت ما أعتقد بعد أنزل تطبيقات ألا تطبيق يعجبني. أشوفكم بخير، مع السلامة.